وفي ذات السياق قال الدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية إن مبادرة جلالة الملك المعظم في تدشين إعلان مملكة البحرين في مصر شهدت اهتماما غير مسبوق لمثل هذا النوع من الفعاليات. اختيار مملكة البحرين لمصر لإطلاق أو تدشين هذا الإعلان كان اختيار مميز، كان أعتقد كان اهتمام غير مسبوق بمثل هذه الفعاليات. كان في حرص كبير جدا من أعضاء البرلمان المصري بغرفتين النواب والشيوخ على هذا الحضور، أيضا كل وسائل الإعلام المصرية كانت موجودة ونقلت الحدث وعبرت عن تقديرها واحترامها لمبادرة جلالة الملك بتدشين هذا الإعلان بحضور مملكة البحرين وحضور الملك حمد عاش السلمي والتعاون وقبول الآخر. يمكن احنا في العالم دلوقتي في صراعات كبيرة وكثيرة جدا، وبالتأكيد ان هذا الإعلان ومبادئ هذا الإعلان هي واحدة من أهم السبل لإيقاف حالات التهور والانهيار اللي موجودة في عدد كبير من دول العالم.